كاران وبريتا مبسوطين، ولأنه اليوم عيد استغلوا الفرصة وانبسطوا، لأنه عن قريب رح أخرب لكم حياتكم كلها وأحرمكم من هالسعادة. ألو، وينك أنت؟ تعال لهون بسرعة. مو هيك كان بدك؟ إنه يعتقلوا زوجي ويأخذوه على السجن ليفضالك الجو، مو هيك كان بدك؟ يلا جاوبيني. كريتيكا، شو ننزل؟ لوين؟ كيف يعني لوين؟ كل العيلة عم يستنوكي تحت، وهلأ بدهم يلعبوا بالألوان مثل العادة. شو بدك تضلي هون؟ ما كتير رح تفرق ناتاشا، ما حدا رح ينتبه إذا نزلت أو ضليت بغرفتي. اليوم عيد والكل مبسوطين وطايرين من الفرحة، خلص أنا مو نازلة، روحي أنتي انبسطي. أنا أصلاً نفسيتي تعبانة والكل مبسوطين، ما بدي عكر مزاجهم لأنه لازم بالعيد الكل يضل فرحان. بس بالنسبة إلي ما رح أقدر أفرح، وهذا العيد عم بيذكرني بحقيقة إني وحيدة هون، وجوزي مسدود بالسجن، وعيلتي ملتهية عني بالعيد وعم يلعبوا مع بعض، حتى أمي معهم، مع أنها بتعرف قدي مقهورة وزعلانة، بتعرف كل شي عم حس فيه، بس راحت تحتفل. كريتيكا، كريتيكا، شوفي ليه ما رحت تلعب بالألوان؟ لا كاران، هلأ لا تقلي إنه ما بدك تلعب لأنه أختك متضايقة ومو جاي عبالة تنزل. أنا ماني صغيرة، لا تعاملني هيك. طيب قليلي، مين قالك إني ما رح ألعب بالألوان؟ رح أنزل ألعب، وكلنا رح نلعب لأنه اليوم عيد ولازم ننبسط، وخاصة لأنه بريتجي برا البيت. مانك شايفة قديش الكل مبسوطين؟ مزبوط؟ كريتيكا اسمعيني، كل يلي بدي أقلك يا إني بعرف منيح قديش زعلانة لأنه بريتجي طلع برات البيت، ومتضايقة ومعصبة مني لأنك مفكرة أنه أنا السبب بكل شيء. بس أنا حابب أقلك أنه بريتجي شخص سيء، وأنت بتعرفي شو قصدي. هاد هو الحكي يلي بعدتك بريتا مشان تقلي إياه؟ خلصت؟ ما حدا طلب مني أحكي شيء، وإذا عم قلك يلي ببالي هالشي ما بيعني إنه حدا بعتني مشان قلك إياه. أنا عندي مخ وفكر عنجد، وبعرف الصح من الغلط كمان. عن جد كارم؟ معناتها قلي لأشوف، ليش وقت أنت تحكي بالعاطل عن جوزي لازم اسمعك واسكت؟ وطبعا ما بجد لك ابدا ولا حتى برد بوشك، مع انه كلامك بيزعجني ومع هيك بسمعك. واذا بحكي كلمه واحده عاطله عن بريتا يلي هي مرتك بالاسم بتنفعل وبتعيط، ليش؟ فهمني. اذا كان بريت في قاعد مشان المصاري، مرتك ليه رجعت على البيت هلا؟ مشان المصاري؟ ما بعرف ليش، وما بيهمني سبب وجود اي حدا. اليوم عيد، ليش لنحكي عن بريت في وبريتا؟ خلينا نهتم بحالنا. أنا رح أنزعج إذا ما بتلعبي معي، أنت أختي وحابب ألعب معك بالألوان، وهلأ أنت قرري.